السلام عليكم، معكم رضا من ويكيميديا المغرب اللي هي في نفس الوقت فريق المنظم ديال المؤتمر ويكي عربية 15 في مراكش، اللي هي بمناسبة أول مرة كنظموا مؤتمر كبير بهذا الحجم في المغرب. انتظاراتنا من المؤتمر هو أنه نجمعوا المستخدمين والمتطوعين اللي في العالم العربي والأجانب كذلك باش يطوروا المهارات ديالهم، يكون نقاشات مجرية ويحاولوا يتقدموا بالموسوعة والعمل ديال الويكيبيديا. كفريق منظم ديال الويكي عربي هاد السنة لقينا مجموعة من الصعوبات في التنظيم والسهولات كذلك من ناحية التنظيم، لأنه فما كاين بزاف المشاركين ما حصلوش على الفيزا اللي ممكن يخلق مشاكل في المستقبل، لكن حنا نعمل على نحاول يجي أكبر عدد من المشاركين في المؤتمر باش يكون نقاش مثري ومؤتمر ناجح. بالنسبة للعمل اليوزر جروب، حنا نعملوا في عدة أنشطة، منها من مثلا الإيديتاتون ولا الورشات إلى مسابقة الصور، خرجات الصور ولا الكونفرنس في المدارس ولا الجامعات، وكان حاولوا نحسنوا بالأخص المحتوى المغربي في الويكيبيديا وباقي المشاريع الشقيقة. شكرا إبراهيم.